في الفاصل الحقيقه كنا بنتكلم، كنت بكلم مع سياده المحافظ وكان بيشكو من البلطجيه وان في بلطجه كثيره في الاسكندريه وفي ناس بتتعدى على المباني في جنح الليل وبتهدمها. موضوع البلطجيه ده هتعمله فين؟ طبعا بقول لحضرتك بيبقى عايز تدخل يعني امني، ومحتاج ايضا برضو بقول ده تدخل تشريعي، لان في بعض في كثير من الحالات ارض، قطعه ارض فاضيه او فيلا مهجوره صاحبها مش موجود، مش موجوده على سبيل المثال، بيتم القفز عليها باوراق مزوره، فالامر على طول بيعرض يعني معانا اوراق عشان بس يفصل في هذه الاوراق يعني صحتها من تزويرها. طبعا كل يكون الفيلا اتهدت والناس استولت على الارض. طيب معانا اتصالات هاتفيه كثيره. منال اتفضلي يا منال، كل الاتصالات طبعا من الاسكندريه. عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا منال. انا ليا بس لسعاده المحافظ حاجه، انا حضرتك ساكنه في المنتزه اول كوبري المنظره، الحته دي كان فيه جنينه اللي داخل من المنتزه، كل الجنينه اللي في النص دي اتبنت محلات وخدت سريه القصر كله لغايه حي المنتزه، دخلت النبوي المهندس كلها تكاتك وميكروباصات، نقف بالساعه ونص من عند شيراتون المنتزه عشان نعدي الحته دي. كل يوم حضرتك ساعه ونص. هذا صحيح. ومسائلنا المحافظ الحته دي بالتالي كلها سايبها محلات وتكاتك وميكروباصات خلف خلاف، ساعة كل يوم بس عشان أعدي الحتة بتاعت الكوبري أخش مدينة الزهور مدينة الأوقاف، وما عندناش ولا صندوق زبالة. طيب. وقدامي مدرسة تجريبي كلها حضرتك في مدينة الزهور كلها زبالة دايرين داير طول المدرسة. طيب هناخد، اشكرك يا منال، سيادة المحافظ هنفسح له مجالا للرد بعد يعني بعد عدد من الاتصالات الهاتفيه. اشرف اتفضل يا اشرف. مساء الخير يا فندم. مساء. انا شرفت بمقابله سيادتك. اتفضل. حضرتك بعد ما شرفت حضرتك شرحت لسيادتك بخصوص العقار 58 شارع محمد نجيب وتفرع من جمال عبد الناصر، بخصوص سيادتك ان العقار ده مسروق، اتبنى في الظروف حضرتك بعد الثوره مباشره وفي اثناء الثوره، وبعد ما سافرت تفهمت الموقف اديت حضرتك قرار بالازاله الفوريه والعاجله. لحد هذه اللحظه يا فندم بقى لنا اكتر من 6 شهور العقار مايل، هيسقط على 4 عماير حواليه، هتبقى كارثه قوميه في اسكندريه، ولم ينفذ قرار سيادتك حتى هذه اللحظه. شكرا يا استاذ اشرف. سناء اتفضلي يا سناء. مساء الخير يا استاذة. مساء النور يا سناء، اهلا بيكي. انا والله بشكرك قوي على اساس بجد ان انت جبت لنا السيد المحافظ، كان نفسي بجد اشكرك قوي بدعي لك، انا اول مره اتكلم في البرنامج على اهلا بيكي. فمعلش يا اتفضلي. انا بشكر السيد المحافظ وبنترحب اسكندريه كلها بترحب بيه. اتفضلي. انا والنبي عندي مشكله جامده قوي 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 مش هقدر اقولها يعني على الهوا، ودورت عليه بقالي 15 يوم بروح بدور عليه عشان عايزاه، انا مش قادره اقولها على الهوا. طيب يعني يعني مكتبك مفتوح يا فندم؟ مفتوح، بس المشكله ان انا بتجول في يعني في كافه ارجاء الاسكندريه في اثناء النهار او بفض اعتصام هنا او هناك. لكن ان شاء الله تعالى حضرتك باذن الله شرفيني بكره ان شاء الله في المجلس المحلي يعني في حدود الساعه كده ان شاء الله 2:30 كده باذن الله. شكرا يا سياده المحافظ. شكرا يا سناء. محمد اتفضل يا محمد. محمد ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا دكتور اسامه. اهلا وسهلا حبيبي. شكرا مدام لميس. اهلا بيك. شكرا على استضافتك الدكتور اسامه. دكتور اسامه بس بنتكلم في نقطتين. المخالفات البناء وهد المباني في كفر عبد والفلل التاريخيه بقت منتشره بطريقه غير طبيعيه. تمام. الفلل التاريخيه على شوارع 4 متر كانت فيلا، ازاي تطلع عماره 16 دور على شارع 4 متر؟ نفس الشيء منطبق على طريق الدولي في حي المنتزه، اكثر من 180 عماره اتبنوا في حي المنتزه ارتفاعات 17 دور شوارع 4 متر، اللي في رمضان اللي فات كان في حريقه المطافي ما عرفش تخش ماشي بسبب الحريقه. حضرتك مشكله المباني والارتفاعات لازم يكون في قرار، ما لو هنستنى اسكندريه هتدي اسكندريه هتنهار. لازم يكون في قرار رادع من الان. لازم في قرار رادع. طب هنستنى قبل ما نعمل قوانين هتكون اسكندريه انتهت. طب الامر الثاني يا استاذ محمد. الشيء الثاني انتشار الشحاتين بقى. انتشار الشحاتين. الشحاتين دي ظاهره في اسكندريه بقت غير طبيعيه في جميع الاشارات، مش في اسكندريه بس، هي عندنا كمان في القاهره وفي كل مكان. لا بس الاشاره النهارده بدل ما كان فيها 4 معروفين لدينا بقى فيها 40. بس الشحاتين معروفين بالاسم على الموقع. شكرا يا محمد. ومحمد اخر اتفضل يا استاذ محمد.
محمد. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا دكتور اسامه. يا اهلا وسهلا. حضرتك محمد احمد عبد المنعم رئيس نقابه الباعه الجريمه الاسكندريه. اتفضل يا فندم. والله حضرتك احنا يعني ده في شكوى كبيره من الباعه الجايلين. في شكوى كبيره من الباعه الجايلين يا محمد. والله حضرتك احنا مقدمين مشروع في المحافظه لتقنين وضع الباعه الجائلين، ومشروع يخدم المحافظه جامد جدا، وعارضينه على الدكتور اسامه. واحنا ايدنا معاك يا محمد ان شاء الله. يا دكتور احنا ايدنا معاك باذن الله ان شاء الله يا محمد في هذا المشروع. احنا بنقول بس ربنا يعين سعادتك على بتوع الاسكان اللي معطلين كل حاجه في اسكندريه يا رب. شكرا يا محمد. منى اتفضلي يا منى. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك انا بس كنت عايزه اكلم سياده المحافظ. اتفضل. احنا سكان العجل عندنا مشكلة، التريلات اللي طالعة من المينا وبتمشي لغاية ما تروح عند وادي القمر عشان تطلع على الكوبري بتاع الطريق الدولي، فدي عاملة لنا ازعاج. احنا العربيات الصغيرة ما بنعرفش نمشي خالص، بنبقى في رعب دائم. عندك حق. يا ريت يكون في مكان يعني نفق او كوبري او حاجة للي طالع من المينا بالتريلات دي، بعيد عننا احنا كسكان او عربياتنا اللي. شكرا يا منى. محمد اتفضل. محمد. ايوه. اتفضل يا فندم. اي السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك. دلوقتي حضرتك واضح من كلام حضرتك ان في صعوبه شديده للعمل شيء للمخالفات دي. انا اقترح حضرتك واحد، نعمل لجنه قضائيه يعني من نيابه الاموال العامه، بحيث انها تبحث حاجتين. الراجل اللي هو مخالف ثلاث اربع ادوار ده، زي ما المحافظ زمان كان بياخد المخالف بياخد مبلغ مالي نتيجه للمخالفه دي، تاخد انت بقى نص المكسب بتاعه ده كله. يعني لو طلع ثلاث اربع ادوار في تسع شقق يبقى 27 شقه، كسب قد ايه؟ يبقى تاخد نص المبلغ ده. والارض طبعا اللي طلع بيها اساسا وعلى ثلاث ادوار دي ليها طبعا. دي ليها رخصه. لا لازم يبقى فيه فلوس، لازم يبقى فيه غرامه. ايوه طبعا. لا يعني انا عايز اقول حاجه، لان هو قال بيقول الرجل الخافي ده، ولا مش عارف الكلمه اللي هو ده، مش مالوش اصل يعني. لا ده له اصل وبيت وعماره طالعه ورخصه وتمام، تاخد منه المخالفه. طيب في نقطه ثانيه جدا مهمه جدا وموجوده حاليا في مصر كلها. انت حضرتك بتعمل عقد، بيجي يقول لك والله انا هسجل العقد ب 100 قرش، وانت اساسا ب 200 قرش، يعني مثلا المتر في المنطقه اللجنه دي هتحددها ب 3000، هو عامل عقد بما يوازي 1500 جنيه، اذا في 1500 جنيه هربانين من الضرايب. طيب يعني معنى كده ان لو عماره واحده فيها 27 شقه متهربه، اضرب بقى 1500 جنيه في 27 شقه، مساحه العماره كلها دول اجدع من احمد عز. شكرا يا محمد. سريعا بس عشان وقت البرنامج وعايزه سياده المحافظ يرد. هاله اتفضلي يا هاله. السلام عليكم. عليكم السلام. بسرعه. هاله موظفه في الديوان العام. ايوه. في اسكندريه. اتفضلي. طبعا انا يعني فرحانه جدا ان المحافظ موجود مع حضرتك، واحنا طبعا بنشكره جدا على تعبه، لان احنا اكتر ناس مقدرين ان هو بيتعب جدا جدا جدا، لان ظروف الديوان عندنا صعبه شويه وظروف محافظه اسكندريه صعبه شويه. بس انا كان ليا يعني رجاء عند المحافظ في حاجتين. اول حاجه ان يعني احنا شباب، احنا انا يعني شابه من شابات المحافظه، فكنت يعني بتمنى ان المحافظ يدينا فرصه انه يسمعنا، لان احنا عارفين ان هو وقته طبعا يعني صعب جدا يقابلنا على طول، بس احنا عايزينه يعني يقعد معانا، لان احنا عندنا افكار كثيره جدا ممكن تساعد في تطوير المحافظه، وحابين ان احنا يعني نتكلم معاه. عينيا. واحنا عارفين ان هو هيسمعنا يعني ان شاء الله. طيب الامر الثاني. النقطه الثانيه يعني انا معلش برضو في موضوع ثاني، هو كان في لجنه بتاعت اختيار القيادات، فاحنا بنتمنى ان يكون القيادات اللي هيديروا المحافظه ان شاء الله من خارج الديوان العام، على اساس يعني يبقى في نوع من الحياديه والنزاهه. ده رجاء للمحافظ انه يسمعنا، يعني طيب. القران بيقول امرهم شورى بينهم. شكرا يا هاله. سريعا يا ايمن اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بيك. اتفضل. مساء الخير يا فندم مدام لميس. اتفضل يا فندم. مسي على حضرتك ومسي على سياده المحافظ الدكتور اسامه. يا اهلا بسيادتك. وطبعا احنا حاسين بالمجهود الكبير قوي للدكتور اسامه الفولي بيبذله في اسكندريه، بس يا فندم هي المشكله مش مشكله خاصه بيا، هي مشكله باختي المدام وهي هتتكلم مع حضرتك.
السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. بقول لحضرتك ممكن بس اتكلم ساعات المحافظ بصراحه بسرعه بس يا هي اتفضلي يا فندم. بصي انا مدام حكمت، انا ارمله وعندي ثلاث اولاد، انا كنت مقدمه على الشقه اللي هي تبع مبارك بقالي دلوقتي اكتر من ثلاث سنين ومعايا رقم والمباني موجوده قدامي، وبعدين كل ما اروح يقول لي لا الامر مش امرنا، كل ما اروح الحي الامر مش امرنا، الامر المحافظ الاولاني، الامر مش عارفه ايه، وانا معايا رقم وانا محتسب عيالي، انا دلوقتي كل يوم والتاني شقه قانون جديد ومعاشي ما باخدش غير 300 جنيه معايا، وبعدين طيب. انا حاليا دلوقتي قاعده عند اختي وما ينفعش ان انا اقعد معاها، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريت لو سمحت بس حضرتك يعني اقابل حضرتك بس بس يعني بستأذن استأذن حضرتك، وحضرتك في حضرتك كنت دافعه مقدم ولا ما كنتش دافعه حقك خالص؟ لا انا ما دفعتش حاجه، انا كل ما اروح عشان هي قدمت. ماشي طيب شكرا. لا لسه هنسمع سياده المحافظ. ابتسام، وده اخر تليفون، وبعتذر جدا عن كل التليفونات. بوعدك. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا المهندسه ابتسام بتكلم عشان خاطر ابراج الزراعيين اللي في جناكليس. ايوه من سنه 87 واحنا حاجزين فيها واستلمناها من 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 سنتين من غير مرافق، والمشكله في الكهرباء. انا بترجى السيد المحافظ يشوف لنا الموضوع ده ضروري، لان انا بدفع لابني ايجار مفروش 1900 جنيه في الشهر وانا على المعاش. حاضر يا ابتسام، حاضر. انا بعتذر عن كل الاتصالات الاخرى، بوعدكم سياده المحافظ يعني نديله فرصه بس اسبوعين وهيكون ضيفنا مره اخرى. هتوعدنا يا فندم تكون ضيفنا مره اخرى قريب؟ يا فندم انا تحت امر اسكندريه، انا زي ما قلت لحضرتك طيب. انا لست محافظا وانا خادم للاسكندريه. نرد على الناس سريعا بعد اذن حضرتك. بالنسبه لمنال منطقه المنظره المنتزه والمنظره. المنظره فعلا منطقه صعبه جدا، لان حضرتك بنيجي من الكورنيش من ثلاث حارات، حضرتك بنيجي عند المنظره وكوبري المنظره بنيجي في نصها بنيجي منطقة من أجمل المناطق بالظبط كده، لكن منطقة طبعا اللي هي بتخرج بقى على اليمين لمنطقة أصبحت كثيفة السكان بطريقة غير عادية. بالنسبة حضرتك اللي كانت المحلات اللي هي أنشئت على يعني قمنا بعملية كانت عملية يعني عملية عسكرية فعلا، لأن هدم حوالي ما يقرب من 500 محل كانوا على حرم القطر مباشرة أكتر مباشرة في امتداد حوالي 10 كيلومتر، لكن للأسف رجعوا بنوا تاني، رحنا داخلين بايه بالهدم تاني، وكل ده زي ما اقول لحضرتك بيرجع برضه الى متابعه يعني مجتمع مدني مع قضيه امنيه. التكاتك بقى اللي معذبه اهل اسكندريه، التكاتك يا فندم معذبانا كلنا الحقيقه، التكاتك بمنتهى الامانه، يعني لابد برضه ان يكون في موقف وتشريع قومي بشان التكاتك. احنا النهارده خلاص يعني انا وجهه نظري الشخصيه واللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، والنهارده في لجنه مشكله من قبل المرور والمحافظه على اساس ان احنا بنضع يعني تنظيما قانونيا متكاملا لعمليه التكاتك ديت، لان مش التكاتك بس، دي التكاتك وحاجه اسمها التنايه اللي هي العربيه السوزوكي الصغيره اللي هي 8 افراد، دي بيسموها التنايه. دي حضرتك الاعداد زادت زياده مجنونه، ولابد رخيصه ولابد يعني لابد ان يتم عمليه حلها ووضع النظام، بس ده بيفترض ايضا برضو ان يكون هناك المرور اولا تشريع، بالاضافه الى ان المرور ايضا يستطيع انه يتابع مثل هذه الانشطه. امتى المرور في اسكندريه هيرجع منضبط زي زمان؟ يعني ان شاء الله بنسال فيه وزير الداخليه طبعا، في جهود كبيره، في جهود كبيره والله بتبذل، لكن زي ما بقول لحضرتك يعني يعني ربما الظروف غير المواتيه بتكون اكثر يعني ثقلا وعبادة. فاحنا منطقه المنظره ان شاء الله تعالى يعني في ايجاد، كنا لسه النهارده برضو في ان احنا في مشروع وكان موجود قبل كده يعني برضو دورس وقت سياده اللواء عادل اللبيب، ان احنا هنفتح ان شاء الله حاره ثالثه يعني بحيث ان هي هتعمل عمليه سيوله مروريه غير عاديه، هتشيلوا المحلات المخالفه اللي هناك. طبعا طبعا ان شاء الله. طيب. ان شاء الله الاشرف العقار 58 اللي مايل وهيبقى فيه مشكله، نفس المشكله ان ده مش مجرد العقار ده بس، عقارات كتيره زي ما قلت لحضرتك، حضرتك ذكرت فيه حوالي 65000 مخالفه، واحنا يعني اللي بنقدر نطلعه في اليوم الواحد بنطلع حالتين او ثلاثه. بس العقار ده ممكن يهد يقع على الامثله دي فعلا امثله حاده جدا، وبنعتبرها اولويه مطلقه وبنكتبناها كده اولويه مطلقه، وبنطلب من قوات البوليس الحقيقه والشرطه ان هم يعني والمقاولين ايضا، احنا بنواجه مشكله في مع قوانين الهدد حضرتك، لان للاسف عارفه حضرتك المقاولين يعني برضو بنجد طيب. ايه طب
سريعا يا فندم، موضوع الشحاتين، موضوع الشحاتين موضوع مقلق. انا عارفه في موضوع مخلفات البناء بنا في كفر عبده، مخلفات البناء يعني برضو نفس القصه، نفس يعني. الشحاتين الطريق الدولي على المنتزه برضو الابنيه اللي هي ارتفعت زي ما قلت لحضرتك في عمليه جنون، يعني عمليه بناء بتتم بسرعه غير عاديه، الدور بيتم انهائه في يوم واحد، يعني حتى من حيث السلامه الانشائيه يعني في مخاطر قاتله. يعني في الزميل الاخ اللي هو كان بيقترح ان يكون الاخ محمد ان هو فيما يتعلق بالابنيه دي بنقول بدل هداتها ان احنا نفرض غرامات. طبعا الامر ده اولا بيحتاج الى ايه، الى تشريع. الحاجه الثانيه، هل من متصور ان احنا كده نعطي كارت بلانش كده هو على اساس ان هذه العقارات نسلم بسلامتها البنائيه والانشائيه ونحاول ان احنا نقنن اوضاعها ونتصالح معها؟ طب يعني حضرتك كمحافظ هتعمل ايه في القضيه دي؟ هل هتستنى وجود تشريع يا فندم؟ احنا بنحاول دلوقتي نكثف عمليات وقف البناء الجديد، وقف عمليات الهدد الجديده، وبنكثف جهودنا النهارده مع الامن والجيش. لكن طبعا زي ما حضرتك شايفه في كل مره يا اما في يعني احداث اعتصامات او قطع طريق او عمليات الانتخابات، يعني في كل الانتخابات كانت كل قوى الجيش كانت متجهة الى حماية المقر الانتخابية، فكل ده بيؤثر. لان انا زي ما قلت لحضرتك لا تستطيع النهاردة قوة المحافظة انها تطلع الا في قوة من البوليس وقوة من الجيش. أبراج الزراعيين، أبراج الزراعيين دي مشكلة يعني قانونية كبيرة جدا، أنا برضو موروثة من الماضي زي ما ذكرت، لأن حصل ارتفاع وحصل مخالفات، وطبعا باعتباره بناء مخالف المفروض أن هم بتتمدلوش المرافق. لكن بمنتهى الأمانة احنا بنحاول الآن نجد مخرج لهذا، لأن طبعا الناس مظلومة في أن هي بقى لها هذا الوقت الطويل، فاحنا بنحاول نجد لها مخرج قانوني إن شاء الله. تقول ايه لأهل اسكندرية في نهاية هذا الحوار؟ وأعدكم أن المحافظ يكون ضيفنا في فترة قريبة أخرى، بس تقول ايه لأهل اسكندرية؟ بقول لأهل اسكندرية أحبابي، يعني أنا ولدت في هذه الأرض، وكما أقول يعني تعلمت فيها وعلمت فيها وأحببتها وأحببت أهلها، ويشاء العلي القدير أن يعني أبتلى بأن أكون في موقع المسؤولية، هم في عيني وأشعر بمسؤولية يعني شديدة أمام الله سبحانه وتعالى بأن أخدم كل واحد منهم. وأقول لهم إن هذا المحافظ يعني نظر حياته إلى أن يخدم أهل داري، وربنا يوفقني، لأن احنا نعمل في إطار رؤية أحلم بإسكندرية في ثوب عصري يحافظ على هذا التراث الحضري الجميل من خلال عملية تنمية مستدامة حقيقية يحصل فيها المواطن الإسكندري على كافة احتياجاته الأساسية في كرامة. سيادة المحافظ بشكرك شكرا جزيلا. دكتور أسامة الفولي، أتمنى يكون ضفنا في فترة أخرى، واضح أن مشاكل اسكندرية كتيرة جدا والناس كتيرة عايزة أتكلم، وأنا كمواطن سكندري أشاركهم في هذه الهموم وأشاركهم في مطالبهم، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة، غدا حنبدأ اليوم في 10 صباحا مع دخول النواب الجدد إلى برلمان الثورة 2012، هذا البرلمان المنتخب من الناس، منتخب بشكل حقيقي حتى مع بعض الانتهاكات. هنشوف الجلسة الإجرائية ونتابعها معكم أنا وزميلي خير رمضان من 10 صباحا، هنتناوب معكم على هذه التغطية. ابقوا معنا ومع سي بي سي، دايما نقدم لكم الأخبار أولا بأول. أشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.